ابن رشد الفيلسوف والطبيب والفقيه والقاضي والفلكي والفيزيائي الأندلسي الذي كان أول من قدم شروحات لفلسفة وكتابات أرسطو التي لم تكن متاحة لأوروبا اللاتينية في العصور الوسطى المبكرة، فشكل مدرسة عرفت باسم المدرسة الرشدية. ابن رشد الذي جاء بالتنوير إلى أوروبا وإلى الحضارة الإسلامية وحارب التطرف والجهل، اختاره معرض أبوظبي الدولي في دورته لهذا العام شخصية محورية. في هذا التقرير نسأل العديد من المثقفين والكتاب العرب والأجانب المشاركين في دورة هذا العام إلى أي مدى نحتاج فكر ابن رشد اليوم؟ أعتقد بأن ابن رشد غاب منذ زمن طويل عن العقل العربي، وليس ابن رشد وحده الذي غاب، بل غاب كل التراث العقلاني الكبير الذي صنعه أجدادنا وأسلافنا. ولذلك فعودة ابن رشد إلى العقل العربي ينبغي أن يكون من خلال عودة كبرى للعقل في جميع المجالات المختلفة. إحنا ما أحوجنا إلى ابن رشد في هذا الزمن حقيقة، لأنه إحنا بحاجة لهذا التنوير، لهذا الفكر العقلاني، لهذا الفكر المنطقي، لأن إحنا دخلنا في متاهات المناطقية والعشائرية والآخر. نعم، نحن في حاجة إلى ابن رشد اليوم، ولكن نحن في حاجة إلى نسق فكري عقلي عربي متماسك يجد فيه ابن رشد مكانه الملائم. هل نحن بحاجة إلى ابن رشد؟ أنا أقول نحن بحاجة إلى كثير من تراثنا القديم بعد أن يعرض لمساحة كبيرة من النقد والقراءة والتحليل، لنخرج برؤى يمكن أن تخدمنا في واقعنا العربي الراهن. وتعرف أن الواقع العربي الراهن محاصر بكثير من الأسئلة وبكثير من الحفريات التي تحتاج إلى تعمق وإلى قراءة وإلى تأمل وإلى إعادة نظر وإلى إعادة صياغة. ولذلك ابن رشد باعتباره أحد الرموز البارزين في الثقافة العربية الإسلامية، وغير ابن رشد أيضا بحاجة إلى أن يكون لنا مدارس معنية بتحليل تراثهم وقراءة تراثهم وإعادة التأويل من جديد والقراءة من جديد والبناء من جديد. أعتقد أن الاهتمام به من في المناسبات الثقافية، إعادة طبع كتبه، نشرها، الاهتمام به في الجامعات في المدارس، نشر فكره بين الناس، التعريف به، هذا الحقيقة هو يعني أبسط الواجبات التي ينبغي أن نقوم عليها. أتمنى أن نرى مؤسسات باسم ابن رشد. الياد استحضار فكره تغيير النظام التعليمي أول، يتم تغيير النظام التعليمي، يتم إعادة النظر في الموروث الديني مرة أخرى. بمعنى هناك كتب كثيرة جدا موجودة في الأسواق، وهناك كتب قديمة يجب إعادة النظر فيها، ليس بمعنى يعني حذف هذه الكتب، ولكن تصحيح الأخطاء اللي موجودة، لأن هناك كتب بها أخطاء كثيرة جدا، وهي تسببت في كثير من التصرف وفي من التطرف، وتسببت في إشكاليات يعني لا نهاية لها. وأن نعيد مناهج تربيتنا بحيث ندخل إليها بذور العقلانية في جميع المجالات كما قلت. هذه الإشكالية التي واجهها ابن رشد هي إشكالية اليوم، وأعتقد أنها في كل عصر وإن اختلفت من ثقافة إلى أخرى، لكن لا شك العالم العربي الإسلامي ما زال بحاجة إلى مثقفين أو مفكرين كبار مثل ابن رشد، قادرين على تعميق الصلة بالعقل من ناحية، وعلى محاولة التوفيق بين الثقافة الدينية من ناحية والثقافة العقلية من ناحية أخرى. كان ابن رشد علامة فارقة جدا في الثقافة المغربية، وهو كذلك أيضا علامة فارقة في الثقافة الإسلامية ككل. ما يميز ابن رشد هو الطرح الجميل والرائع الذي كان يحاول فيه أن يقرب بين الفلسفة من جهة وعلوم الدين من جهة. أعتقد أن أهم فكرة يمكن أن ننتصر لها هو أن ابن رشد عاش حياته قاضيا وفقيها من كبار الفقهاء، وخرج من بيت فقه، واستطاع مع ذلك أن يتفاعل مع المتاح له في وقته من إبداعات البشرية جمعاء. فإذن لا بد أن نلفت نظر ناشئتنا وأبنائنا إلى أن التزامهم بالدين
لا يضرهم في انفتاحهم على الفكر الإنساني المعاصر، وفي هذا الانفتاح يستطيعوا أن يفهموا الدين فهما أعمق وأن يربطوه بأجمل ما في عصرهم ربطا أعمق أيضا. ابن رشد ككثير من المفكرين القدامى له جانبان، في جانب لم نعد بحاجة إليه وهو الجانب المتصل بعصره تماما، يعني بعض الآراء التي تم تجاوزها، ولكن هناك جانب آخر ما نظل بحاجة إليه. الجانب هذا هو الجانب أولا الموقف، موقفه كمثقف، ثانيا الفكر العقلاني الذي دعا إليه، انفتاح وتقبل الآخر، وربما جزء مهم في الفلسفة أعتقد أنه حاجة إنسانية أكبر من أي شيء آخر. Averroes is very important. For example, Borges write because Averroes is the point in which East and West talks, and so that's why it's important for our Europeans because Averroes is a way to talk with the East. Well, we had in Spain in the south, as you know, everybody knows. One of the most flourished Islamic cultures in history, you know? And one of the moments in which the Islamic culture was mixed with the Christian and the Jew culture in the more dynamic way, you know? For example, in Toledo, it is clear, if you see the map of Toledo, for example, how well they mixed, being aside, but mixed and interact all the cultures for a very long period of the history, you know? If that happened, there's no reason that could happen again. But from our perspective, it seems that this is an impossible situation in the future. It is not. You know? It was more difficult then than now in the future. So there's no way, there's no reason that we cannot do it again. Hopefully. Mi fa molto piacere che tra i libri portati dalla Biblioteca Angelica alla Fiera Internazionale del Libro di Abu Dhabi ci sia un volume di Ibn Tufail, grande amico dell'erudito filosofo e storico Averroè, uomo che è stato scelto come simbolo della cultura islamica nel mondo quest'anno alla fiera e che ha rappresentato anche per la cultura occidentale un passaggio importante, ossia la sua influenza sulla cultura appunto europea è stata fondamentale, per cui sono lieta di poter aver rappresentato in qualche modo un uomo così importante per l'unione tra le nostre due culture, quella occidentale e quella islamica. ابن رشد تبنى العقل كموقف، كتبناه كرسالة، كهدف، وبالتالي رسخ في الثقافة العربية الإسلامية حضور العقلانية التي يمكنها لو نحن أيضا آمنا بها واعتمدنا عليها أن نواجه التطرف اللاعقلاني.